شهد اليوم الثاني من الحوار الوطني المناقشة النهائية للمادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء، وأسفر الحوار عن تشكيل لجنتين لمناقشة المحور الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بعد مناقشة كافة نقاط المحور السياسي الذي تم التوافق عليه بين أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني. تم تشكيل لجنة للمحور الاقتصادي والاجتماعي، لجنتين عشان دولت يعدوا بعض الموضوعات اللي هي سيتم طرحها في المحورين. اللجان اللي تحت المحور السياسي بكل وضوح كانت لجان تختص بالمشاركة السياسية والانتخابات النيابية، وتختص بالمحليات، وتختص بملف حقوق الإنسان والحقوق والحريات بشكل عام. انتهينا إلى أن سيكون البداية إن شاء الله في الجلسات العملية بالملف السياسي، وهناك أكثر من لجنة فرعية أو موضوع أو قضية جوه هذا الملف، زي الحريات وحقوق الإنسان، زي ما ينظم عمل الانتخابات والمتعلق بمباشرة الحقوق السياسية. طبعا ده ملف مهم جدا، وملف ربما البعض بيعتبره هو مفتاح لبقية المحاور والملفات، وإن شاء الله نتمنى أن تكون هناك نتائج تحظى بتوافق أكبر قدر، ليس فقط في مجلس الأمناء ولكن في كل المجتمع المصري إن شاء الله.